مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من تواصل دوت كوم، وكما كل يوم لدينا المزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي لسيما موقعي فيسبوك وتويتر. في عناوين اليوم نذهب في البداية إلى البصرة، وهناك ضبط مذخر أدوية تابع إلى نائب نقيب صيادلة العراق ويحتوي على أطنان من الأدوية المهربة والمغشوشة. إلى جسور المثنى الآن، وهي الجسور المعطلة غير المكتملة والتي تفضح فساد مسؤولين في المحافظة، وهي شاهد على معاناة السكان في تلك المحافظة. إلى موضوع ثالث، وهو موضوع تواصل مظاهر التضامن مع باسم خزعل خشان ووفاء الخالدي، تتحدث عن ضرورة أن يبتعد المواطنين عن التظاهرات. في إيران مواطنون يحرقون صوراً لخميني وخامنئي، وفي العراق ميليشيا تطلق على نفسها كتائب الإمام علي، تنتج أغنية من أجل أن تشكر إيران. إذن في البصرة، الأمن بالتعاون مع صحة المحافظة يضبطون سيارات تقوم بنقل الأدوية بصورة غير قانونية والحفظ غير جيدة، بالإضافة إلى مستودع تابع لنفس المذخر وغير مجاز وفيه أدوية منتهية المفعول، فاسدة ومغشوشة. حيث تم ضبط أدوية لا يعرف بلد المنشأ، وكذلك أدوية مهربة وداخلة إلى البلد بصورة غير شرعية، ووجود مواد ممنوعة التداول أي غير مقرر، وذلك لثبات ضررها وتأثيرها السلبي على حياة المواطن. وهناك مخالفات إدارية كون المكتب العلمي التابع لنقيب الصيادلة محمي من قبل النقابة، كونه لا أحد يقوم بمساءلته، وكذلك ضبط أختام ومستندات ووصولات بيع لمذاخر غير موجودة في محافظة البصرة. طبعا نائب نقيب الصيادلة اعترف بأن المذخر يعود له وإلى نقيب الصيادلة مرتضى الشريفي، وهنا نتساءل إذا كانت نقابة الصيادلة تعمل بالمغشوش من الأدوية ومنتهية المفعول، من الذي يضمن ألا يقامر هؤلاء وأمثالهم بصحة الناس الفقراء؟ عملية نوعية نفذتها قيادة عمليات البصرة اليوم ضمن العمليات البحث عن مطلوبين، اليوم البحث عن أدوية فاسدة في محافظة البصرة، تصل كمية الأدوية إلى أكثر من 9 أطنان من مناشئ عدة. طبعا هذه الأدوية حسب ما ذكروا أصحاب المدخر أنه هذا المدخر تابع للنائب الأول لرئيس نقابة صيادلة العراق ما يسمى مرتضى. هذا من كشف في محافظة واحدة فقط، فما بالكم المخبوء في بقية المحافظات. في المقطع المصور القادم جانب من الأدوية التي ضبطت، لكن العجيب في العراق يتعلق بمصير من ثبت تورطهم. دعوا الأمر للأيام، فالخوف أن تجدوهم قريبا في مناصب أعلى من التي يشغلونها رغم ثبوت تورطهم بهذه الأدوية الفاسدة. ومن الفساد الدوائي في البصرة إلى الفساد الخدمي في محافظة المثنى الآن. في حلقة الأمس عرضنا عليكم مقطعا مصورا يظهر شابا مستاء من حال أحد الجسور في المحافظة لأنه بلا درج. الشاب نفسه صور مقطعا جديدا يظهر أن هناك ما يزيد عن 4 جسور في المثنى حالها واحد، العمل فيها معطل والمواطنون هم من يدفع الثمن. السلام عليكم. طلع قضية جسر العبور هذا قضية كبيرة، طلع مو بس واحد، هذا واحد، ذاك 2، 3، 5 موجودات هنا كلها من هذا الطراز الحديث. زين زها حديد تدري بيكم؟ اللي صمم هذا المشروع تدري بيه زها ولا لا؟ المهندسة المعمارية الكبيرة. زين ما تعلمت من هذا المهندس؟ شنو الصبه هاي؟
زين لحد الان ما طلع مسؤول قال شنو هذا مال عبور بشر ام حواوين. خلنا نصعد على البق ولا واحد طلع فهمنا شنو قصته هذا. شنو مخيف هسه ومرعب. المهندس هذا مطلوب حيا او ميتا. المصمم الذي صمم هذا الجسر مطلوب حيا او ميتا، هكذا قال هذا الشاب المستاء. حالة استياء واضحة لدى هذا الشاب، لكن اود ان اطرح عليكم سؤالا. باعتقادكم لو اردنا توجيه اصابع الاتهام في هذه القضية، الى من يجب ان نوجه اصابع الاتهام؟ من المسؤول ومن الذي ينبغي ان يخضع الى المحاسبة؟ لان هذا مو فساد، هذا ضحك على عقول الناس. بس والله عندي كلمة صغيرة ونردح تشيها بس خايف. هاي المجسرات نفذوها على نار هادئة، بس وين اللي يطلع ويقول شنو قصة هذه المجسرات اللي لا حيوان يقدر يمشي عليها ولا إنسان؟ نرجع ونقول الساكت عن الحق مو بس أخرس، أخرس ابن أخرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. حكومة تشجع على الفساد وترفع المفسدين، أفسد تصل، تكشف، ترفع. هكذا هي الحال في العراق، وجسور غير مكتملة تكشف فساد مقاولين ومسؤولين حكوميين على حد سواء. هذه الجسور شاهد على إنجازات الحكومة الحالية التي تسعى للصعود مرة أخرى إلى سدة الحكم على حساب عذابات العراقيين، لكنهم حتما سيصنعون درجا هذه المرة، سيصنعون درجا يصل بهم إلى مطامعهم، ولكن سيصنعونه من أوجاعكم أنتم، فاحذروا جيدا. في المثنى أيضا، ومن فساد المقاولين والسياسيين إلى فساد القضاء وما تسمى النزاهة، لا يزال إلى الآن يتواصل التضامن مع قضية باسم خزع الخشان الذي أوقف كونه يرفع قضايا مدعومة بالوثائق على فاسدين، وإلى الآن تتواصل تظاهرات التعاطف مع خشان. تداعيات أو تظاهرات لدعم باسم خشان، وهناك من يدعو إلى وقفها كي لا تضره. وفاء الخالدي عضو مجلس محافظة المثنى، هذه السيدة ترى أن مظاهر دعم خشان تضر به، وربما حسب قولها ربما تدفع هذه المظاهر القضاء النزيه في العراق إلى تشديد العقوبة على خشان. اسمعوا إليها بما تنصحكم والأمر يعود لكم. نستنكر التظاهرات اللي قاعد تطلع المؤيدة للأستاذ باسم وضد المحكمة. أعتقد المحكمة يعني بهاي المظاهر اللي قاعد يعني مو من مصلحة باسم خزعل. هنا أناشد عشيرة باسم خزعل، أقول لهم يعني مو من مصلحتكم هذه المظاهر، ربما المحكمة تشدد أكثر حتى يكون احترام للمحكمة أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ستظهر الآن أمامكم صورة عن وثيقة كتبها قاسم خشان. هذه الوثيقة التي كتبها قاسم خشان وهو شقيق باسم، في الفقرة الأخيرة من الوثيقة يحذر من تسييس قضية أخيه. الآن نذهب إلى موضوع آخر، إلى المالكي، ولتقارنوا بين حديثه سابقا وحديثه اليوم كيف تغير. غريب هذا الرجل، دققوا جيدا في كلامه، ربما يريد أن يسوق هذا الكلام الجديد الذي قاله مؤخرا حتى يستفيد من العشائر فيما يتعلق بالانتخابات القادمة. الدولة لها قوة واحدة، لها جيش واحد، لها سلاح واحد، ولن نسمح
وسيكون موقفنا أشد، سيكون تصدينا أشد للذين يريدون العودة إلى منطق الميليشيات والسلاح خارج إرادة الدولة. والمحافظة على النصر بإدامة التوثب وإدامة السلاح بيد المجاهدين وإدامة وجود العشائر في الميدان تصدياً ومتابعةً ودعماً واستعداداً، لأنهم الذين يخيفون العدو ويخيفون إليك الذين يريدون أن يعبثوا بأمننا. وإدامة السلاح بيد المجاهدين، سابقاً سلاح واحد شرطة واحدة، مقارنة قصيرة وخفيفة ما بين 2012 وكلامه الجديد في 2018. الانتخابات لا تغير النفوس فحسب، بل تغير المواقف أيضا، لكن التاريخ يشهد ويفضح الكاذبين، وهم الذين يعلمون جيدا أنهم مكشوفون أمام العامة، لكنهم يواصلون مسلسل الخداع ظنا منهم أنهم مستورون. لكن أمثال هذا معلوم كذبهم، واسألوا أصغر طفل في العراق ليخبركم حقيقة أمثال من رأيتم في المقطع السابق. لكن البلاد لا تخلو من المضللين، أو اقرأوها المضللين إذا أحببتم. في إيران مواطنون يحرقون صوراً لخميني وخامنئي. شاهدوا هذا المقطع وبعده سنعود إلى العراق بشأن الموضوع نفسه، قضية الخميني وخامنئي. تابعوا ولنا عودة. درود بر إنسان كامل. 13 آبان، مازندران، رویان. مشهد 20 بهمن 96. هذا ما حدث لبعض صور خامنئي وخميني وسليماني في إيران. ترى ماذا يحدث لهذه الأسماء أيضا ولكن في العراق؟ دعونا نتابع. غريبة هذه التناقضية العجيبة، في إيران تحرق صورهم بينما في العراق هناك من يتغنى بهم ويصنع منهم أبطالا للأسف. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة آراءكم. في آراءكم صور ستظهر أمامكم الآن لنهر دجلة من جسر السنك في بغداد، تظهر انخفاض منسوب المياه في النهر. طبعا أحد تفرعات نهر دجلة في منطقة المجر في ميسان توقف جريانه تماما، ما يؤكد أن الحكومة الحالية تجري بكل ضمير لأجل مصالحكم، لا تظلموها بالله عليكم. نشاهد الآن هذه الصور التي تظهر مناطق وبعض مجريات المياه للنهر وكيف أن المياه أصبحت فيها ضحلة وتوشك على النفاد. الآن نتابع وإياكم أبرز التعليقات بشأن هذا الموضوع. في التعليق الأول، العقيد الجمالي كتب: الله صخم وجوههم، ما يفتحون سد الموصل، شو خبصونا، راح يصير فيضان وتغرق المنطقة. هذا ما يقوله هذا الرجل. باختصار يريد أن يقول هناك من لا يقوم بعمله كما يجب، وفي النهاية المتضرر هو العراق. الآن إلى تعليق جديد نذهب. في التعليق الجديد نقرأ حيدر الميالي يكتب: الحل بسيط، أولا
كري الأنهار، ثانيا عمل سد قبل شط العرب لقطع الهدر، لكن لا نملك رجال دولة مع الأسف. هذا الرجل يقترح بعض المقترحات ربما تكون عمليا قابلة للتحقيق، وربما تكون هناك حلول أكثر نجاعة منها، لكنه في النهاية يقول للأسف لا يوجد لدينا رجال دولة حتى يطبقون أو حتى يطبقوا ما يقترح من أفكار. إلى تعليق جديد الآن، تعليق من غسان الجابري يقول صار 14 سنة يحكمون، ليش ما بنيتوا سد؟ والمشكلة بعد الشعب يصفكم الهم. غسان هنا يقول لماذا منذ 14 عاما لم تقوموا ببناء السدود التي يعني تحول ما بيننا وما بين كارثة مثل انغمار وانطمار المياه وانخفاض المنسوب؟ لكن للأسف لا يوجد من يعمل من أجل العراق والعراقيين، لا يوجد حكومة ضميرها مستيقظ للأسف. إلى تعليق جديد، عقيل إياد يقول بسبب وجود العبادي الجبان دول الجوار قسمت النسبة الأقل لمنسوب المياه للعراق، والعبادي والحكومة ساكتة. هذا الشاب يتهم حكومة العبادي بأنها هي التي رضيت بحصة مائية قليلة للعراق، لذلك أصبح الحال على ما هو عليه الآن. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة تويتر. وسم إلكتروني إنترنتهم زفت. في العراق عموما الاتصالات بشكل عام تشتكي إلى الله، فلا الخدمة كما يجب ولا مصالح الناس تقضى. أما عن الفواتير والتحصيلات فهي تحضر في موعدها، إلى جانب أنها مرتفعة التكلفة ومتدنية الجودة للأسف. تعالوا نقرأ الآن عليكم هذه التغريدات التي نشطت من خلال وسم إنترنتهم زفت. إلى التغريدة الأولى، كتب أحمد العراقي مشكلة يعاني منها الكثير بعدما أصبح الإنترنت عصب الحياة، متى نرى الخدمة في العراق على مستوى يوازي ما موجود في الدول الأخرى؟ العراق بلد الحضارة، ما يزيد عن 5000 عام من الحضارة، لا يجد أهله اليوم خدمة إنترنت جيدة تضاهي وتكافئ ما يدفعون من أموال لشركات الاتصالات التي تقدم خدمات سيئة. إلى تغريدة جديدة، في التغريدة الجديدة فرح تقول قالها مظفر النواب أقسم أنك تلتفت الآن إلى بلد الموت. نعم، إذا يحكمنا مليون وأكثر سياسي حرامي. فرح تقول إن البلد للأسف تعيش الموت وهي حية، لأن من يحكمها هم عبارة عن مجموعة من اللصوص. إلى تغريدة جديدة، باسم البيولوجي يكتب شركات الاتصالات العراقية التي تقدم خدمة الإنترنت على الشريحة كانت بحال أفضل قياساً لما هي عليه اليوم. باسم يطرح مقارنة ما بين كيف بدأت هذه الشركات شركات الاتصالات وكيف هو واقع الاتصالات والخدمات التقنية اليوم. لماذا كانت الخدمات يا شركات الاتصالات سابقاً جيدة، وإذا ما قرنت بواقع الاتصالات اليوم فإن خدمتكم أصبحت سيئة؟ تساؤل برسم الإجابة. إلى التغريدة الأخيرة الآن، نبيل العيساوي يكتب ضعف الإنترنت في العراق سخط شديد وتبادل اتهامات ولا نعرف من المسؤول. كيف لا تعرف من المسؤول؟ عموما شركات الاتصالات تدرك جيدا إذا ما كانت خدماتها أو خدماتها تكافئ ما تحصل عليه من جيوب المواطنين أو لا. مواطنون لا يجدون الخدمة التي تكافئ ما يدفعون من أموال، وللأسف يجعلهم ينقمون على واقعهم المعيشي وحتى على وسيلة الإنترنت التي تعد جانب من الجوانب الترفيهية، ولكنها للأسف كما وصفوها إنترنتهم زفت. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. هل تعلمون أن جواز السفر يعود تاريخه إلى 450 عاماً قبل الميلاد؟
تعالوا نعرف معا. جواز السفر الذي تحملونه تعود جذوره الأولى إلى 450 سنة قبل الميلاد على شكل ورقة قدمها أحد ملوك الكرسي لخادمه ليضمن عبوراً آمناً في مملكة يهوذا العبرية كما ورد في الكتاب المقدس. في أوروبا ظهرت أول وثيقة سفر على شكل أوراق دعيت بالسلوك الآمن خلال حكم هنري الخامس في بريطانيا عام 1414. أما مصطلح باسبورت أو جواز السفر بالإنجليزية فظهر عام 1514 عندما كان يطلب من المواطنين إبراز وثائق سفرهم عند العبور من البوابات على أسوار المدن أو الموانئ البحرية. وفي عام 1641 وقع الملك تشارلز الأول أقدم جواز سفر بريطاني. وفي عام 1866 أصبحت جوازات السفر وثائق معتمدة داخل الولايات التابعة للتاج البريطاني. وببداية القرن العشرين ازداد التعامل بجوازات السفر لتصبح وثائق رسمية معتمدة للسفر الدولي بعد الحرب العالمية الأولى. يعد جواز السفر السنغافوري الأقوى في العالم إذ يسمح بزيارة 159 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، يليه جواز السفر الألماني والسويدي وجواز سفر كوريا الجنوبية، بينما يعد جواز السفر الأفغاني الأضعف عالمياً فلا تفتح له إلا أبواب ثلاث دول فقط دون تأشيرة. جواز السفر أحد حقوق المواطنين في أي بلد يحرم الكثيرون منه في العالم كحال الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ومصر والعراق الذين يحملون وثائق سفر نصت عليها معاهدة جنيف عام 1951 دون أن تصدر بأسمائهم جوازات سفر فلسطينية، وقد لا تتيح الوثائق إلا تنقلاً محدوداً بين الدول وتحتاج في الغالب إلى تأشيرات دخول. تتجه دول العالم الحديث إلى إصدار جوازات سفر حديثة تعتمد على بصمات الأصابع وبصمة العين، وتأتي ماليزيا في طليعة الدول التي اعتمدت هذا النظام، تلتها دول مثل ألمانيا والسويد وبريطانيا وأمريكا. إلى روبوت صغير صمم خصيصاً ليعمل داخل جسم الإنسان، ترى ما هي مهمة هذا الروبوت؟ لنعرف معاً. سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. ليت المنطقة تقوم باستيراد صناعة الحياة بدلاً من استيراد الصناعات والاختراعات التي تدعو إلى مزيد من وقوع ضحايا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com. لاحقاً ألتقيكم على خير. السلام عليكم.